في الحلقات اللي فاتت. فكرة إننا عاوزين نعمل إنسان مثالي شكلها مستحيل فعلا. كمال، أنا كنت عاوز أسألك على حاجة. صحيح، هو أنت إزاي وإنت نازل امبارح عرفت اسم أم عمر؟ هبة، إحنا عاوزين نبسط مش نعقد. والنبي، والله عشت وشفتك بتروح أفراحة كمال. طب خديه، بس خدي بالك منه. إيه؟ سينيوريتا، في إيه؟ أنت عرفت سينيوريتا دي منين؟ عادي يا هبة، عارفها بس مش فاكر منين. ما تيجي نلعب لعبة، أنا أقول كلمة وإنت تقول لي أول حاجة في دماغك لما سمعتها. جاهز يا ستي. بحر. أزرق. لبنان. الشجر اللي هو الأرز بتاعهم ده. الكتكوتة. الكتكوتة؟ كمال، أنا عاوزة أول حاجة بتيجي في دماغك، عاوزة عفوية. خلاص ماشي. الألماني. كريم. إيه ده؟ كريم مين؟ مستر جيوشي. جي دبليو سي. والله العظيم يا دكتور، والله العظيم زي ما بحكي لك كده. كمال فاكر حاجات من النسخ اللي فاتت، صدقني. الحلقة العشرين. إننا لا نكتب عن حياتنا ولكننا نكتب بها. إبراهيم أصلان. افتحي للدكتورة هبة أم عمرو. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير دكتور شريف. الحمد لله على السلامة يا كمال، الحمد لله على السلامة. صدقي بالله أنا ما عرفتش أنام امبارح طول الليل وأنا عارف إن كمال بقيت بره. بقول لك إيه، امبارح كمال كان هيتشقت مني في الفرح لولا ستر ربنا. يعني أنت واخداه يوصلك؟ يعني ما أنت واخداه عشان تتمنظري بيه، بس واضح إن النبا وده عامل شغل عالي. شغل عالي برتغالي. والنبا أنا ما يملى عيني غير كمال بتاعنا. صدقي بالله يا أم عمرو، أنا بدأت أفكر أرجعلك كمال القديم وأجوزهولك وأخلص. بجد يا دكتور؟ طب احلف كده. بجد إيه بس؟ الدكتور بيهزر طبعاً. بقولك إيه يا أم عمرو، ما تعملي لنا طقم شاي كده بإيديك الحلوين دول لحد ما أكلم الدكتور في موضوع كده. عينيا يا أختي، عينيا. دكتور شريف، عارف هتقولي لي إيه؟ هبة، أقسم لك بالله العظيم مفيش اللي أنت بتقوليه ده، وأنا حاسبت لك. كمال هفصلك ثواني. اهو بص يا ستي، انا هوصل كمال وهفتح لك اللوج. اهو اهو، اتفضلي. اه، مكتوب حاجه؟ لا. امال ايه بقى يا هبه؟ مش عاوزين ننجرف والنبي في مواضيع فرعيه وننسى احنا كنا بنعمل ايه. ممكن، ما هو اصلا ممكن. حاضر. دلوقتي انا جاتلي فكره امبارح كده، اننا لو هنغير كمال المره دي، طب ما نغيره بفنان من نوع تاني خالص بقى. ما تقوليش بقى هنخليه فنان تشكيلي. بعدين ماله كمال النبوي؟ هنغيره ليه اساسا؟ قربتي بس مش بالظبط. يعني بص يا هبه، في الدنيا نوعين من الفن، فن الاداء وفن الخلق، البرفورمانس والكرييشن. اللي بيطلع يغني ده فنان، بس فنان في ادائه لاغنيه مكتوبه ومتلحنه اوريدي. انما الرسام اللي بيرسم لوحه من دماغه، أو الموسيقار اللي بيألف حتة مزيكا من العدم، دول بيعملوا نوع تاني من الفن. فاهمة حاجة؟ فاهمة جداً. بس ده رابط يا دكتور في الآخر. أظن يعني حتة الكرييشن دي عمرها ما هتبقى فيه. أظن يعني دي حاجة ليها علاقة بالإنسان يعني. عشان كده أنا شايف إنها تكون تجربة مهمة جداً إننا نشوف كمال في الجزء بتاع الكرييشن ده هيعمل إيه. والله فكرة إنترستين جداً. طب إيه؟ هنجرب مين المرة دي؟ إحنا حنرجع للأصل خالص بقى. كمال هيبقى كاتب. كمال أنور عكاشة؟ مش حاسس الاسم كليشيه شوية؟ لا حلو، بعدين الاسم نفسه في مزيكا كده. ماشي، بس أنت مش واخد دي ان ايه المرة دي؟ ما كنت تسميه أي اسم. هل علمني الهيا فابا؟ قال تعالى في الهيفة وتصدر. اخص عليك يا دكتور، حق عليا اني عاوزة اساعدك. لو عاوزة تساعديني بجد يبقى تيجي تقعدي مكاني تخلصي ام التوصيلات دي لحد اما لفي السجارة سريعة. حاسس ان دماغي خلاص خلاص. يا سلام من عينيا. عنك انت يا دكتور. خلصي وناديلي. حاضر. سيب لي انت نفسك خالص بقى. ايه الدنيا؟ طمنيني. خلاص بقى قفل اهو، حطيت له كل نجيب محفوظ ويوسف ادريس ويحيى الطاهر وناس كتير قوي. حطيتي له شعر؟ طبعا، كل اللي اتكتب بالمصري تقريبا، زائد روائع الشعر العربي والعالمي. حلو قوي.
طب فاضله ايه كده؟ ما فاضلش خلاص، احنا شبه جاهزين، تحب نجرب؟ توكلنا على الله. صباحك فاكهة للأغاني، وهذا المساء ذهب، ونحن لنا حين يدخل ظل إلى ظله في الرخام. إيه ده؟ في إيه؟ ماله بس، ما تسيبه يكمل، دي يطير الحمام ويحط الحمام بتاع الدرويش. ما أنا عارف، أنت هتعرفيني على محمود درويش؟ أيها الواقفون على حافة المذبحة أشهروا الأسلحة، سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة، والدم انساب فوق الوشاح. لا ادفهولي، معلش، عاوز أقولك حاجة. المنازل أضرحة، والزنازن أضرحة، والمدى أضرحة، فارفعوا الأسلحة واتبعوني، أنا ندم الغد والبارحة، رايتي عظمتان. هو في إيه يا هبة؟ معرفش بقى. هبة، أنا عاوز كاتب يعني بيكتب مش بيخطب. حاضر حاضر. أنا خلصت. هايل، بس أنا كمان شطبت النهاردة كده، أنا بقول نكمل بكرة بقى. طب مش عاوز تشغله كده الأول تمسي عليه قبل ما تخش تنام؟ أمري لله، ماشي. مساء الخيرات. مساء النور يا كمال. حلو، شغله، نكمل بكرة بقى. ماشي. يلا، تصبحوا على خير، ما تنسيش بقى تبقى تطفي كمال قبل ما تمشي يا هبة. إن شاء الله. صباح الخير يا أم عمرو. أعمل لك حاجة تشربها يا دكتور؟ اعملي لي القهوة بتاعتي. عينيا. يا نهار اسود. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار اسود ومنيل بست النيلة. ألو؟ هبة، تعالي لي حالا. حاضر يا دكتور، حاضر، في إيه؟ بقول لك حالا، كمال مش هنا. يا دكتور قول الحمد لله اننا لقيناه. الحمد لله، ده القلب وقع. انا اللي هموت واعرفه خرج ازاي وكان بايت فين. انا مش قلتلك تطفيه قبل ما تمشي؟ والله العظيم طفيته. امال شغل نفسه بنفسه؟ والله بجد ما اعرف، بس ما ممكن على فكره، يعني انا بقالي فتره اصلا بقولك ان كمال بدا يعمل حاجات غريبه ولوحده. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه لوحده؟ ده روبوت، جهاز في تلاجة مثلا بتشغل نفسها. في حاجه غريبه ومش مفهومة بتحصل يا هبة. صدقني والله العظيم كل الحاجات دي ليها علاقة ببعض. أنا ملاحظة بقالي فترة على فكرة كل التغييرات دي، وكل ما بتكلم ما بتصدقنيش. ما بصدقكيش عشان ما فيش أي دليل علمي على اللي انت بتقوليه ده. عيب لما أنا أقولك يا هبة منهج البحث العلمي بيمشي إزاي. إيه ده؟ هو إيه ده؟ إيه؟ أنت بتكتب مذكرات عن المشروع من ورايا ولا إيه يا دكتور؟ إيه ده؟ إيه اللي مكتوب ده؟ ده مكتوب كل التفاصيل من أول ما ابتدينا التجارب على كمال، بس ده مش خطي. الخط ده خطي، والكلمة دي ليه.